قال معالي السيد أحمد بن عبد الله المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة إن القمة الخليجية التي سوف تستضيفها مملكة البحرين تعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة بشكل عام. جاء ذلك خلال تصريح خاص لمركز الأخبار، حيث أكد معاليه أيضا أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك هدفا واحدا، وهو الترابط والاتحاد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. القمة الخليجية نحن نتطلع لها إن شاء الله بالتوفيق، ودائما كما جرت العادة في القمم يلتقي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ويبحثوا ما فيه الخير لشعوب المنطقة وللمنطقة، وتأتي هذه القمة في وقت كما تعلمون وقت دقيق، ولكن دائما نحن في دول الخليج لدينا هدف واحد وهو الترابط والاتحاد من أجل الأمن والاستقرار ومن أجل تقدم دول مجلس التعاون وشعوبها.